بوانات. ومستمعينا الكرام تتابعونا في تونس الكبرى على البوند اف ام 98.9 راديو بلاتين. الشكر موصول لكل الفريق التقني واللي امن لنا هنا في القيروان وفي تونس العاصمه امن لنا هذا البث المباشر. وشكرا لضيوفنا في الاستوديو. سنذهب الى الفقره الغنائيه الموسيقيه الثانيه وهي مغاربيه، اذا من الشرقي الى المغاربي، وسننهي نهايه الحصه بحول الله بالفقره التونسيه. في باب المغاربي نذهب إلى مستنياك عزيزة جلال بصوت رجاء الطاسي. عزيزة جلال وأنت الأصدق سي دكتور. نعم، مشينا أبا المغاربي الخليجي العربية المجموعة به معنا الخليجي فيما بعد. يلا بينا سيدي. حبيبي تعال تعال
بتحس بيك وبتوهبك يا عمري كله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله رائع جدا محمد سيد الدين بولعرس يعطيك الصحة فك الإخراج الجميل. مستمعينا الكرام تابعونا على صفحة الحياة فام تلقاو كل التسجيلات كل أجزاء رواق الحياة. إذا نذهب إلى الفقرة الغنائية الثانية في هذا الجزء الجزء الغنائي الثاني ظلموني حبيبي عليا مع نجاح الرمضاني نرجع لتونسنا. ظلموني حبيبي ظلموني وخانوا قلبي وهجروني ظلموني حبيبي ظلموني وخانوا قلبي وهجروني يا ريتني ما كنت نعرفهم ولا هما كانوا عرفوني ظلموني 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 حبيبي ظلموني وخانوا قلبي وهجروني ظلموني حبيبي ظلموني وخانوا قلبي وهجروني يا ريتني ما كنت نعرفهم ولا هما كانوا حبيتهم وهم بعدوا عني
يا ريتهم ما كانوا مني، يا ريتهم ما كانوا مني، خانوني وطالوا حبوني، ظلموني 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 ظلموني. لا 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 يا حبيبي ظلموني، وخانوا قلبي وهجروني، ظلموني يا حبيبي ظلموني، وخانوا قلبي وهجروني. يا ريتني ما كنت انا عارفهم، ولا هما كانوا عرفوني، ظلموني ظلموني ظلموني. يلا لا لا ظلموني ظلموني ظلموني. أنا المسكين المظلوم، أنا الوحيد المحروم، أنا المسكين المظلوم، أنا الوحيد المحروم، أنا المسكين المظلوم، أنا الوحيد المحروم، أنا اللي مشتاق النوم، أنا اللي مشتاق النوم. خيالهم دايما في عيوني، ظلموني 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 حبيبي ظلموني، وخانوا قلبي وهجروني، ظلموني حبيبي ظلموني، وخانوا قلبي وهجروني. يا ريتني ما كنت انا عارفهم، ولا هما كانوا عرفوني، ظلموني 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 ظلموني. الله 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 عليك، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والله رواق الحياة وإذاعة حياة صارت مدرسة، مدرسة ونافذة على الفرح، ونافذة على الجمال، ونافذة على الفكر، ونافذة على كل ما هو جميل. وكان الأستاذة نجاة الضفاوي بهذه الأغنية ظلموني حبيبي ظلموني، إذا ما وصلناها بموضوعنا الفلسفي الذي كنا تطرقنا إليه منذ حين، وكاننا بالطبيعة تغني هذه الأغنية وترددها ظلموني حبيبي ظلموني، وهذا هو ظلم الإنسان للطبيعة. معز بن سعيد يلا يا سيدي أقرب وتفضل. على ذكر المدرسة صحيح ولات متحمسة برشا، ما شاء الله والله ولات مدرسة صدقا، نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك يا وانت دكتور. عفوا 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 والله والإذاعة أنا وزادة في المناسبة هذه نتقدم أنا نهنيك معز الحقيقة بالشكر للمركب الشبابي الشبابي شارع فاس بإدارة الأستاذ وحيد الدبيشي، نعم اللي قاعد يدعم في فرقة معناها مهمة. شو اسمها فرقتكم؟ فرقة الحصري، فرقة نادي الحصري، فرقة نادي الحصري. تحية لكل فرقة نادي الحصري كل اللي رئيس الفرقة بتاعها بتاع اي نعم سي فتحي العياشي دعدوشة، والمدير مايسترو قايدها المدير سي فتحي العياشي، هو المدير الإداري هو سي فتحي العياشي، وقائد الفرقة هو سي كمال دعدوشة،
والمجموعة الطيبة الحلوة المزيانة. أنا قلت رواق الحياة صار مدرسة لأنه صدقا يعني بين حضور نجاح رمضاني في المرفات خاطر أول مشاركة يعني كان عندي شوية تراك، لكن أدائك لهذه الأغنية حقيقة يعني في قمة الروعة وقمة الجمال. يعطيك الصحة ورجاء الطاسي محليك لله مش تمشيوا معاك، مش معاك في اغنيه انت نعرفك تحبها برشا ما نعرفش علاش، وتحسنين ادائها لاحلام نذهب الى الخليج العربي. خليني ناخذ المكالمه التي فيه قبل ما تبدا. الو عسلامه. اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا وسهلا خلود من تونس. خلود من تونس، اهلا يا خلود. انت تتابعيننا عبر موجات راديو بلاتينا فام 98.9 ليس كذلك؟ تحديدا منين يا خلود؟ تحديدا من أريانا. ورد أريانا يا لله، وأريانا المزيانة، وحضورك إذا يزيد هذه السهرة بهجة. أهلا خلود، الكلمة لك. الحقيقة الأغنية اللي اختارتها توا ظلموني عليا، الأغنية للسيدة عليا الحقيقة أبرز المستجدات على الساحة الثقافية مع عبد المجيد فرحات كل نهار جمعة من 8 إلى 10 متاع الليل على الحياة فام. الحياة فام، زهرة الحياة. مئة عام من العزلة إن شاء الله، يعني مدام ما زال عندنا شبابنا كما اسماني لمع في عالم الأدب ورسخ في ذاكرة القراء خلود من أريانا من العاصمة. ما إن يذكر أحدهما حتى يلحق به الثاني في توأمة لفظية ساحرة، هما جابرييل غارسيا ماركيز ومئة عام من العزلة. والأدب العالمي أهم الروايات في الوقت هذاك. نرجع بعدها كاتب وعنوان الكاتب الإسباني الكبير جابرييل غارسيا ماركيز على حد اللسان الفرنسي أو جابرييل غارسيا ماركيز كما الأصل في المضامين في كولومبيا. قبل ما نمشي مئة عام من العزلة هو عنوان أشهر روايات الكاتب الكولومبي جابرييل غارسيا ماركيز. ولد جابرييل غارسيا ماركيز في أراكاتاكا ماجدالينا في كولومبيا في 9 يوم الأحد 6 مارس سنة 27 و900 وألف، وتوفي سنة 14 و2000. نال جائزة نوبل للآداب عن روايته المذكورة 100 عام من العزلة. تزوج جابرييل غارسيا ماركيز الفتاة مرسيدس بارشا وهي من عائلة مصرية مهاجرة ذات أصول لبنانية، تزوجها وعاش متيما بها. قيل فيها مرسيدس بارشا بوصلة جابرييل غارسيا ماركيز الأولى ومتيمته الأخيرة. قالت فيه: من اللحظة الأولى قد آمنت به، ولا بد من تجسيد الإيمان بالدعم كي نساعد في خلق عبقري. الأديب الحر الثائر جابرييل غارسيا ماركيز يعد من أشهر الروائيين الذين ظهروا في العالم الثالث وعالم الرواية في النصف الثاني من القرن العشرين. الكاتب الكولومبي بمدرسة الواقعية السحرية أو الواقعية العجائبية في الرواية، يظل من أشهر كتاب الرواية في أمريكا اللاتينية والعالم. مئة عام من العزلة، جابرييل غارسيا ماركيز. ألف جابرييل غارسيا ماركيز رائعته 100 عام من العزلة في المكسيك عام 65 و900 وألف، ولم تكفي النقود سوى لإرسال نصفها للنشر. يستيقظ ذات يوم فيجد زوجته مرسيدس باشا قد رهنت خاتم الزفاف لنشر نصفها،
تنشرت رواية عام 67 و 900 نشرت 100 عام من العزلة بأكثر من 20 لغة وحازت على 4 جوائز دولية كما صنفت أفضل كتاب أجنبي في فرنسا واختيرت واحدة من أفضل 12 كتابا في الولايات المتحدة وقد حاز عنها جابريل غارسيا مارتيز على جائزة نوبل للآداب عام 1982 كان سيتو ماركيز قد ذاع فور صدور الطبعة الأولى لروايته الأشهر 100 عام من العزلة حيث بيعت 8000 نسخة من الرواية في أسبوعها الأول نصف مليون نسخة بعد رحلة شاقة اسمها زنجان رحلة انتهت إلى نجاح مدون لم يكن يحلم به الشاب غابرييل أول ما فعله غابرييل غارسيا ماركيز فور تلقيه أموالا من حصيلة هذا النجاح أن أعاد لزوجته خاتمها المرحوم أنا ربي بلاني بجبل وعى عشقتك والعشق أكبر مصيبة الإهداء العتبة الثانية في رواية 100 عام من العزلة بعد العنوان هي عتبة الإهداء الذي ورد فيه قول الروائي إلى جوني غارسيا أسكوت وماريا لويزا إيلو برنار في عام 65 و 900 ألف كانت جوني غارسيا أسكوت جارا للكاتب غابرييل غارسيا ماركيز استغرق تأليف رواية 100 عام من العزلة عاما ونصفا وكانت جوني غارسيا أسكوت وزوجته ماريا لويزا إيليو برناوي يزوران منزل غارسيا ماركيز كل ليلة ويتفاعلان مع الرواية وهي بصدد الكتابة وهذا سر إهداء غارسيا ماركيز روايته هذه إلى الزوجين جاريه وصديقه لا ريب أن الحياة ثمينة 100 عام من العزلة غابرييل غارسيا ماركيز رفقا بالأنفس من أجل ملخص رواية 100 عام من العزلة حالة براءة الطفولة مرورا بكل مراحل الرجولة والأنوثة والانحطاط في نهاية جارفة.